بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله دروس الرياضيات للصف الأول الإعدادي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الثاني، العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في حل نماذج امتحانات مادة الهندسة. حلينا النموذج الأول وده النموذج الثاني، نبدأ فيه على بركة الله. السؤال الأول بيقول، طبعا انا بقول اجب عن كل عن الاسئله الاتيه. السؤال الاول: اختر الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه. صوره النقطه 2 وسالب 5 بالانعكاس حول محور السينات. يبقى انا عندي حالتين: الانعكاس حول محور الصادات والانعكاس حول محور السينات. فانا لو عندي نقطه س وص واعمل لها انعكاس على محور السينات، محور السينات، فشرط الصادات هي اللي بتتغير، يعني هيدينا س وسالب ص. لو النقطة س وص هتنعكس انعكاس على محور الصادات، فالسينات هو اللي بتتغير، يعني يبقى سالب س وايه؟ سالب س وص، سالب س وص. يبقى انا لو طبقت بقى النقطتين دول مهمين جدا، لو طبقتهم يبقى هنا على محور السينات يبقى ايه؟ الصادات هي اللي بتتغير، يعني هيدينا 2 و5. 2 و5. قياس زاوية السداسي المنتظم. زاوية السداسي المنتظم يساوي ايه؟ السداسي يعني بطرح 2 من 6 يبقى 4. 4 في 180 على كام؟ على عدد الأضلاع اللي هو 6. على 6 فيها الواحد، على 6 فيها 30، يعني يدينا كام؟ 120 درجة. يبقى قياس زاوية السداسي 120 درجة. القطران متساويان في الطول وغير متساويان في الطول في شكلين: المستطيل والمربع. في المربع متعامدان، يبقى في المستطيل غير متعامدان. يبقى القطران متساويان في الطول في المستطيل وغير متعامدان. ثلاثة ده متكرر. طيب أربعة: في جميع الأشكال الآتية قياس زاوية س يساوي 60 ما عدا الشكل التالي. دي كام؟ 120. يبقى دي 120، الزاويتين متساويتين 120 على 2 يبقى 60. يبقى هنا 60، هنا 40. 40 40 يعني كام؟ 120 من 120 من 180 يبقى 60. يبقى دي 60. طب هنا بقى كام؟ 5. يبقى 360 على الخمسة يساوي كام؟ 36 على الخمسة فيها السبعة ب 35، يعني 72 درجة. يبقى الشكل رقم ج الس 72 درجة من 60. دي 60، يعني ده 120، يبقى ده 60، والاتنين دول هيبقى 120 وزي بعض، يبقى 60 و60. طيب هنا في الشكل المقابل مساحة الجزء المظلل، هو مظلل لإيه؟ مظلل يعني أنت لو أخدت انصاف نص المربع ده، نص المربع ده معايا، يبقى هنا كام؟ أهي، يبقى دي 1 2 3، يبقى 3 على العدد الإجمالي للانصاص 3 4 5 6 7 8. يبقى 3 على كام؟ على 8. قول لي أكمل مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي. الشكل الرباعي يعني ايه؟ 4 اطرح منها 2 واضربها في 180، يبقى 2 في 180 يعني يساوي كام؟ 360 درجة. صورة النقطة 2 و3 بالانتقال مسافة ميم نون في اتجاه ميم نون، يبقى الميم نون مقدار الانتقال ميم نون، يبقى هتقول له كده الانتقال ميم نون يساوي النون ناقص الميم، هيساوي النون بكام؟ 5 و1 ناقص 2 وسالب 1، يبقى يساوي اطرح 5 ناقص 2 يبقى كام؟ يبقى 3، و1 ناقص ناقص 1 يبقى زائد 1 يبقى 2، يبقى 3 و2. ده مقدار الانتقال. هو عايز الصورة، يبقى الصورة تساوي النقطة زائد الانتقال، يبقى يساوي النقطة كام؟ 2 و3 زائد الانتقال 3 و2، يبقى الصورة هتساوي 2 و3 5، و3 و2 5، يبقى 5 و5. خلاص، دي أكمل، مش محتاجة رسم ولا محتاجة حاجة، أنا بس بتحل كده عشان أفهمك.
وانت لازم تحلها كده عشان تعرف تحل الاجابه الصح. طيب الف باء جيم دال متوازي اضلاع، يبقى انا الف باء جيم دال متوازي اضلاع، الف باء جيم دال متوازي اضلاع، زاويه الف 60، يبقى زاويه باء كام؟ ما ديت وديت متكاملتين، يعني 180 ناقص 60 يبقى كام؟ 120 درجه. السعال مرسوم من منتصف ضلع في مثلث موازي احد الضلعين الاخرين فانه موازي احد الضلعين الاخرين فانه ينصف الضلع الثالث. طيب في الشكل المقابل صورة مثلث، يبقى مثلث س ب ص معايا كده بانتقال مقداره س ع، هيدينا مثلث ايه بقى؟ ما هو مثلث هيدينا مثلث، يبقى س ب ص بانتقال مقداره س ع. فين س ع؟ س ع ده يبقى هينتقل كده س مقداره س ع. طيب نبدأ بالسين، السين هتبقى ايه؟ ع، يبقى هيدينا مثلث، يبقى ناخد نقطة نقطة، السين هتبقى ع. طيب الباء هتبقى ص، الباء هتبقى ص. طيب الصاد هتبقى ايه؟ هتبقى جيم، يبقى يدينا مثلث عين صاد جيم، عين صاد جيم، يبقى يدينا مثلث عين صاد جيم. بيقول لي في الشكل المقابل، طيب هنحتاج بقى معطيات ومطلوب ديت ولا نحل على طول؟ خلاص نكتب معطيات ومطلوب زي ما ايه، زي ما سوينا في في النموذج الاول. يبقى المعطيات س ص ع لام شكل رباعي في قياس زاوية ص تساوي قياس زاوية لام تساوي 90 درجة، تمام؟ يبقى ديت وزاوية لام 90 درجة، س ص يساوي 7 سم، س ص ده 7 سم، يا ريت تكتب على الرسم، وص ع يساوي 24 سم، وسين لام يساوي 15 سم. المطلوب إيجاد طول سين عين ولام عين، تمام. البرهان يبقى مثلث أو في مثلث سين صاد عين القائم في صاد، احنا عايزين س ع، يبقى س ع تربيع اللي هو الوتر يساوي س ص تربيع زائد ص ع تربيع، يبقى هيساوي س ص تربيع بكام؟ س ص ب 49 زائد 24 يعني 576، يبقى يساوي 9، يبقى 15 و4 و7 11 يبقى 12، يبقى 625، يبقى س ع ساوي 25 سم، جذر 620 25 سم، يبقى احنا جبنا الس ع ب 25 سم. عايز اجيب لام ع، طيب نمسح بس معلش، يبقى احنا جبنا ده كام؟ 25 سم. طيب في مثلث س لام ع القائم في لام، احنا عايزين لام عين، يبقى لام عين تربيع يساوي سين عين تربيع ناقص سين لام تربيع، يبقى يساوي سين عين تربيع ب 25، تربيع يعني 625 ناقص 15 225، يبقى يساوي 0 0 400، يبقى لام عين جذر ال 400 كام؟ 20 سم، وهو المطلوب. سهلة ومباشرة جدا ومفيهاش أي مشكلة خالص. طيب يقول لي على الشبكة التربيعية المتعامدة ارسم أ ب، يبقى آدي الشبكة التربيعية المتعامدة، آدي 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، هنا سالب 1
سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5. ألف 4 و3، ألف أدي 4 و3، يبقى أدي نقطة ألف. باء سالب 1 و1، باء سالب والسين بسالب 1 و1، يبقى أدي نقطة الباء. عايز بقى صورة س وص بالانتقال، يبقى مقدار الانتقال، يبقى الانتقال هنا هو نطلعه في زوج مرتب، يعني 2 وسالب 1، ده وده 2 وسالب 1. يبقى أ شرطة اللي هي صورة أ، أ شرطة تساوي اللي هي صورة أ، أ شرطة، يبقى صورة أ اللي هي ألف شرطة صورة ألف، يبقى هنزيد عليها كام؟ يبقى 4 زائد 2 يبقى 6، 6 وتلاتة ناقص 1 2 يبقى 6 و2. طيب باء شرطة اللي هي صورة باء، يبقى سالب 1 و2 هيبقى 1، وسالب 1 و1 و سالب 1 يبقى 0. يبقى أ شرطة، حط أ شرطة، 6 و2، أ شرطة و6 و2، يبقى أنا أزود بس هنا 6، يبقى 6 و2، يبقى ديت أ شرطة. وباء شرطة 1 و0، أدي 1 و0، أدي باء شرطة، وتحط له نقطتين وخلاص. يبقى كده أنت إيه، حليت المسألة 100%. طيب بيقول لي ارسم صورة المثلث أ ب ج، حيث أ بالانعكاس حول محور السينات. عايز بقى يرسمها، انت ممكن طبعا تحلها من غير رسم، ولكن احنا ايه لازم، طالما قال لك ارسم يبقى ترسمها على محور احتسي. ادي 1 2 3 4 5، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5، 1 2 3 4 5، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5. أ بكام؟ 1 و1، آدي نقطة أ. باء 3 و4، آدي نقطة باء. وجيم 5 و2، ادي نقطة جيم 5 و2، 5 و2 ادي نقطة جيم. يبقى انا عندي المثلث أ ب ج، أ ب ج، ما ترسمش ما تخممش. يبقى انا ايه، اجيب أ شرطة بالانعكاس حول محور السينات، يبقى الصادات هي اللي بتتغير ايه، هيبقى واحد، اي أ شرطة هيبقى 1 وسالب 1. باء شرطة السينات اللي الصادات اللي بتتغير، يبقى 3 وسالب 4. جيم شرطة هيبقى الصادات اللي بتتغير، 5 وسالب 2. حط النقط. ألف شرطة 1 وسالب 1، أدي 1 وسالب 1، 1 وسالب 1، دي ألف شرطة. باء شرطة 3 وسالب 4، أدي 3 وسالب 4، يبقى أدي باء شرطة. جيم شرطة 5 وسالب 2، 5 وسالب 2، آدي جيم شرطة. وصل، يبقى آدي المثلث، يبقى تقول له أ شرطة باء شرطة جيم شرطة صورة مثلث أ باء ج بالانعكاس حول محور السينات. مفهومه كده؟ سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشكله. طبعا انت الرسم عندك هيبقى ادق بشكل كبير لو انت ايه عامل المساحات مظبوطه، المسافات بين النقاط مظبوطه. طيب بيقول لي باء في الشكل المقابل، الف باء، انا هحل على طول بقى، نحل البرهان مباشره من ايه المعطيات والمطلوب، دي سهله انت بقى تكتبها ما فيش اي مشاكل، وانا حليت اكتر من مساله بالمعطيات والمطلوب، فاحنا هنحل البرهان على طول. طب بيقول لي أ باء وهاء د عموديان على باء د، أ باء وهاء د عموديان على باء د، يعني الزاوية دي 90 درجة والزاوية دي 90 درجة.
باء دال تقاطع ألف واو في جيم، تقاطع في جيم، قياس زاوية ألف 30 درجة، وقياس زاوية هاء واو جيم 120 درجة. أوجد قياس زاوية هاء، عايز قياس زاوية هاء ديت بكام؟ يبقى أنا أقدر أجيب هذه الزاوية، يبقى تقول له في مثلث ألف باء جيم قياس زاوية ألف جيم باء يساوي 180 ناقص 90 زائد 30، يعني يساوي 180 ناقص 120، يعني يساوي كام درجة؟ 60 درجة. يبقى تساوي، وبما أن قياس زاوية ألف جيم باء تساوي قياس زاوية واو جيم دال، واو جيم دال بالتقابل بالرأس تساوي كام درجة؟ تساوي 60 درجة. يبقى في الشكل الرباعي جيم واو جيم واو هاء دال قياس زاوية دال هاء واو يساوي 360، ما زوايا الشكل الرباعي كام؟ 360 درجة، ناقص هيبقى كام بقى؟ 60 زائد 90 زائد 120، يبقى يساوي 360 ناقص 60 و90 150، 250 يبقى 270، 360 من ناقص 270 يبقى قياس زاوية د ه واو يساوي 0 من 0 و7 من 16 يبقى 90 درجة، يبقى يساوي 90 درجة، يبقى هذه الزاوية 90 درجة. بس هو المطلوب ده، ده اللي عايزه. بيقول لي في الشكل المقابل، طبعا هنحل البرهان على طول بقى. البرهان في الشكل المقابل هاء واو يوازي باء جيم او جيم دال، جيم دال قياس زاوية هاء 50 درجة، قياس زاوية جيم 30 درجة. بيقول لي يوجد قياسات زوايا المثلث ألف باء جيم، يبقى احنا عايزين قياس هذه الزاوية وقياس هذه الزاوية، وعايز قياس هذه الزاوية أيضا. طيب بما أن واو هاء يوازي جيم دال، يبقى إذا قياس زاوية واو هاء باء تساوي قياس زاوية هاء باء جيم، تساوي كم درجة؟ تساوي 50 درجة بالتبادل. الزاوية اللي هما بيعملوا لي ايه؟ بيعملوا لي حرف الزت، ادي حرف الزت، يبقى هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية تساوي 50 درجة. يبقى في مثلث ألف باء جيم قياس زاوية باء ألف جيم يساوي 180 درجة ناقص 30 زائد 50، يعني 80، يعني قياس زاوية ألف باء ألف جيم هتساوي 100 درجة. يبقى احنا جبنا دي كام؟ 50 درجة، والزاوية دي 100 درجة. طيب قياس زاوية ألف باء دال هيساوي 180 درجة ناقص 50، يعني هتساوي كام درجة؟ 130 درجة. مفيش أسهل من كده ولا أدفى من كده، حاجات سهلة جدا جدا ومباشرة ومفيهاش أي تفكير خالص، إلا بس أنت عارف القوانين وخلاص. طيب بيقول لي في الشكل المقابل س منتصف أ باء، س منتصف أ باء تمام، وص تنتمي ل ج د، وص تنتمي ل ج د، ع تنتمي ل ج ه، ع تنتمي ل ج ه، أ د أ د يوازي س ص يوازي باء ج، يوازي باء ج، وص ع لازم يقول لي دي ص ع يوازي د ه، هل ج ع يوازي ع ه؟ هل ج ع فين ج ع؟ جيم عين يساوي عينها عينها جيم، هل يساوي، هل ده يساوي ده؟ طيب نشوف. يبقى هتقول له ايه؟ بما ان الف دال يوازي سين صاد يوازي باء جيم، خلاص ثلاث اعمده وثلاث مستقيمات متوازي قطعهم قاطعين، وبما ان الف سين يساوي سين باء
الأجزاء دي متساوي، يبقى إذن د ص يساوي ص ج، ده رقم واحد. يبقى أثبتنا إن د ص يوازي ص ج، ماشي. وبما أن د ص يساوي ص ج و ص ع يوازي ه د، يعني ده مستقيم ينصف هذا الضلع ويوازي الضلع الثالث، إذا ينصف الضلع الثالث حسب القاعدة اللي احنا أخدناها. إذا ص ع ينصف ه ج، ينصف ه ج، يبقى إذا ج ع يساوي ع ه، وهو المطلوب. تمام كده، سهلة وبسيطة برضه. خلاص يبقى انهينا النموذج الثاني. اتمنى ان شاء الله يكون استفدت كتير جدا من هذا النموذج. اشوفكم ان شاء الله في النماذج القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.